فيه اعلاميين متحدين الحين باع الفريق وسلم وراه المنديل، لانه هو طريق وظيفته يتخندق من كذا من ذا الجهه ذا الجهه، اهم شيء يصير موجود في 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 الصوره في الشاشه. الان هو خلاص قال الهلال بياخذ البطوله، الفريق هذا ضاع الدوري على ذا، وكوزمي مش عارف ايش، هذه الوظيفات يكونون موجودين. لذلك هو اللي راح يبقى جمهور الاتحاد هذا، واذا جمهور الاتحاد هو انساق مع المجموعه هذه وبدا يبحث عن المتسبب، صدقني لن تقوم قائمه للاتحاد. احنا نتكلم من هنا من البدايه، والطير كان موجود معنا، نتكلم على اشياء تكتيكيه، بس اللي يبغون يصيرون في الصفوف الاولى لانهم حسوا الكعكه قربت، فهم على طول يبغون يطلعون على خلينا نقول على ظهر على كتف اي احد عشان يصيرون في المقدمه. ولما الحسن يتكلم بصدق ويتكلم باشياء فنيه ممكن احد يلومه، لكن انا ما الوم المشجع العاطفي، انا الوم الشخص المسؤول عن الكلام هذا. الان اللي كانوا يتغنون بالاداره وباللاعبين الان باعوا كل شيء، الحين باعوا كل شيء وراحوا في الخندق الثاني. فلذلك الاتحاد الان حاليا انا جالس اقول انت اصلا تبغى نقطه في المباراه هذه، المفروض من مباراه الفتح وانت المفروض تلعب على الدفاع اللي ما يدخل فيك هذا، ما تنهزم. بالقضية قضية انه جو ناس ووروك مباراة اليوم لا خلي اليوم تعادل يعني خليك في الصدارة، خليك باقي لك صح. وخلينا نتكلم مباراة الفتح، انا اقول لك تجي على مباراة الهلال خلوك لازم تحقق هذه تحسمها لكي تحسمها وتفوز ومش عارف ايش. لا ما قال ابو نايف انا كلها موجود كلها قبل مباراة الاتحاد الهلال. فالاتحاد الان اذا العقلية اللي موجودة فيه، شوف الاتحاد الان بيصفر، الان ما راح يوقف على الاتحاد الا الاتحاديين، واللي يحبوا واللي يحبون الاتحاد واللي يتعبون عشان الاتحاد، واللي هذول اللي يحبون يدخلون في القرطه الاولى في العزايم هم بيبعدون الان. عشتوا هذول خلاص بيبعدون الان، بيتهم كوزمولو وبيتهم مش عارف ايش وبيتهم كل بيتهم. بس الكلام هذا ترى مو ترى الاتحاد وصل لمرحله انه 14 نقطه متقدم رايح. احنا نتكلم هنا من زمان نقول فنيا كيف يلعبون الثلاثه الان في الفتره الحاليه اذا الاتحاد يبغى خلينا نقول ينافس يركز في وسط الملعب وهذول اللي راحوا ممكن هم عفش زايد تريو خاص فكنا خاص خلك بعيد عنا، بس خلنا نركز. ولكن الاتحاد اللي صار فيه غريبه. الشيء الاخر خلنا الشيء بذكر اخر المباراه، انا ودي ان اللقطه موجوده اللي يتذكر ان ترك الضبعان ابو عبد المحسن قام وسلم على انمار الحاليه. ترى ابو عبد المحسن يقدر يسوي حفله في ذيك اللحظه ويرفع عقاله ويجلس يرقص ويجلس يعلم الناس انه هو الرئيس الذي، لكن هذا لاعب كوره، هذا داخل من الملعب ولد غرفه الملابس فاهم، قام وسلم على انمار واعجبني انمار بهدوء ورد عليه. انا هذا الرؤساء الحقين الكوره اللي جو في اماكن كوره. أنا مشكلتي في حق الكورة هذا اللي يبغى اللي رئيس النادي يبغى كل شيء له ويستغل الانتصارات هذه له هو. عشان كذا لما أقول لك أنت يا البليه شوف الفرق هنا وهنا. ولأنها كانت لحظة مناسبة أن أبو عبد المحسن في هاللحظة يكمل على تصريح اللي قاله ويطلع بطل قومي في ذيك اللحظة. ولكن هذه كرة القدم، وهذا الرؤساء اللي فعلا الواحد يتشرف فيهم. هارد لك الاتحاد وألف مبروك للطائي، والدوري لا زال في الملعب.